السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. باهي دونك شفنا في الفيديو اللي فات حكاية الليميت، دونك قلنا اللي كي نحكوا على الليميت دي النسبي، دونك رانا نحبوا نعرفوا لورسك ان توم فير بليس انفيني الاي ان وين ماشي بالضبط، واضح؟ باهي في الفيديو هذا باش نبدا نشوفوا الليميتود اللي نجم نخرجوا بهم الليميت دي النسبي، على خاطر مش ديما نجم نخرج الليميت ديريكتومون، واضح؟ باهي فور اكزامبل لو كان ناخذ السويت هذه دونك اي ان ايجال سينوس ان سير ان، كي نجي نحسب هنيكيت الليميت دونك نتاع السويت اي ان لورسك ان تنفر بليس انفيني، هنيكيت ما نجمش نخرج الليميت ديريكتومون. علاش؟ على خاطر الحكايه هذه دونك نعرف اللي باش تعطيني بليس انفيني لورسك ان تنفر بليس انفيني، مي سينوس دي ان هذه ما عندهاش ليميت في البليس انفيني، واضح؟ دونك هنيكيت لازم نشوف حل اخر باش نجم نخرج به الليميت. اوكي دونك في الفيديو هذا باش نبدا نشوفوا ليميتود اللي نجم نخرج بهم الليميت دي نسوي اللي كان ما نجمش نخرج الليميت ديريكتومون، واضح؟ باهي فور اكزامبل لو كان ناخذ هنيكيتي دونك السويت اي ان ايكال كوسينيس ام بي بس موان زان بويسونس ان سير ان كيلك سوا ان سوبيريور ايكال ا 1. باهي اذا كان نحسب دونك الليميت نتاع السويت هذي دونك هنيكيتي عندنا الليميت لورسك ان تنفر بليس لانفيني دو اي ان ايغال الليمي لورسك ان تنفر بليس لانفيني. دونك هني كتي عندنا كوسينيس ام بي بليس مانزان بويسونس ان سير ان، واضح؟ باهي يعني كانت ثم مشكلة اللي كان باش نحسب الليميت كيما هكا. علاش؟ على خاطر نعرف اللي الحكاية هذي دونك لورسك ان تنظر بليس انفيني الحكاية هذي دونك تعطيني بليس انفيني الكوسينيس ام بي هذي باش تعطيني زيرو، على خاطر كيلكو سوا ان دونك كوسينيس ام بي ايكال زيرو، دونك الليميت نتاع الكوسينيس ام بي لورسك ان تنظر بليس انفيني باش يكون ايكال زيرو، واضح؟ ايه المشكل في الموان زان بيسونس ان، لي موان زان بويسونس ان هذي ما عندهاش ليميت لورسك ان تنفر بليس انفيني. علاش؟ على خاطر اذا كان الان دونك بير، اذا كان الان بير معناها اذا كان الان ايكال مثلا دونك دو كا، واضح؟ كا ابارتيان ان، دونك هنا كده عندنا موان زان بويسونس ان باش تكون ايكال موان زان بويسونس دو كا هذي باش تعطيني ان، واضح؟ واذا كان الان دونك ان بير معناها ان ايكال دي كا بليس 1 في العادة دونك كا ابارتيان ان موان زان بيسونس ان ايكال موان زان بيسونس دو كا بليس 1 نكتب باش تعطيني موان زان، واضح؟ فهمنا؟ دونك اذا كان الان بير الموان زان بيسونس ان دونك تكون ايكال 1، اذا كان الان امبير الموان زان بيسونس ان باش تكون ايكال موان زان. هاك علاش هني كيتي دونك الموان زان بيسونس ان ما عندهاش ليميت في البليس لانفيني، واضح؟ دونك هني كيتي ما نجمش نخرج الليميت نتاع السويت اي ان. اوكي باش شنو هو الحل هني كيتي؟ الحكايه اللي لازمنا نعرفها هني كيتي اللي دونك يكون عندي ان سويت اي ان، اذا كان عندي الليميت لورسك ان تنفر بليس انفيني دو اي دو ديزان ايغال الليمي دونك لورسك ان تنفر بليس انفيني تاع سويت اي دو ديزان بليس ان ايغال ا اي، دونك هني كيت الاي دو ديزان والاي دو ديزان بليس ان عندهم نفس الليمي دونك ايغال ا اي. اذا كان عندي الحكايه هذه alors donc نجم نقول اللي ليمي لورسك ان تنفر بليس انفيني نتاع سويت اي ان ايكال اي، واضح؟ معناها كي تكون عندي ان سويت دونك اي ان، اذا كان خرجت الليميت نتاع الاي دو ديزان وخرجت الليميت نتاع الاي دو ديزان بليس ان لقيتها ايكال اي، alors ساعات نجم نقول اللي الليميت نتاع سويت اي ان ايكال اي. باهي هذه الحكايه اللي باش نخدموا بها نيكيت. دونك نيكيت شنو باش نعملوا؟ اول حاجه باش نخرجوا دونك الاي دي ديزان، دونك نخرجوا الاي دي ديزان
دونك باش ناخذ السويت اي ان وباش نعوض الان بالدزان واضح ب دونك اي دو دزان ايغال دونك عوض الان هنا كي عندنا دزان كوسينيس دزان بي بسمانزا بسانس دزان واضح ب الحكايه هذه دونك ايغال دونك العاده هنا كي عندنا دوزان فوق عندنا كوسينيس دوزان بي لمونزان بيسانس دوزان هذه باش تعطيني ا واضح كما قلنا دونك اذا كان عندي مونزان بيسانس حكايه بي باش تعطيني ا دونك كي عندي بليس ا واضح كيل كسوا ان سوبيريور ايغال ا طيب كي نحسبوا الليميت نتاع الاي دي دوزان دونك الليميت lorsque n tend vers plus l'infini de i de 2n égale limite lorsque n tend vers plus l'infini donc عندنا cosinus 2n pi plus 1 sur 2n l'حكاية هذه donc lorsque n tend vers plus l'infini باش تعطيني plus l'infini كوسينيس ديزان بي هذه هي كالعادة دونك ديما باش تعطيني زيرو بليس أن معناها هني كيدي دونك باش يكون عندي أن دونك زيرو بليس أن باش تعطيني أن سير بليس لانفيني أن سير لانفيني دونك إيكال زيرو واضح ديما كونستانت على لانفيني باش تعطيني زيرو أوكي دونك حسبنا الليميت نتاع الإي دو دوزان تو كيدي باش نشوف الليميت تاع الإي دو دوزان بليس أن واضح دونك عندنا اي دو دوزان بليس 1 ايغال دونك توا كيتي باش نعوض الان باش نعوض الان بالدوزان بليس 1 واضح دونك لوطا عندي في عوض ان باش تولي عندي دوزان بليس 1 كوسينيس هني كاتي باش نعوض الان دونك بالدوزان بليس 1 دونك باش تولي عندي دوزان بليس 1 هذه هي انتر بارونتيز و بي واضح بليس موانزا بيسانس ديزان بليس ان دونك ايغال لوطا عندي دونك ديزان بليس ان فوق عندي دونك كوسينيس ديزان بي هذه هي ديزان فوا بي بليس بي البي دونك جاي من الان فوا بي واضح ب بليز نكتي عندي موانزان بيسونس حكاية امبير دونك باش تعطيني موانزان واضح دونك نكتي عندي موانزان كيل كسوا ان سوبيريور ايكال زيرو واضح علاش نكتي عملت سوبيريور ايكال زيرو على خاطر كنعوض الان بزيرو دونك باش تعطيني اي ان اوكي دونك الاي ان ديفيني ابارتير دي ان ايكال ان اوكي ب نحسبوا تو كي تي دونك الليميت نتاع الاي دي دوزان بليس 1 دونك الليميت لورسك ان تون فير بليس لانفيني دي اي دي دوزان بليس 1 ايغال دونك الليميت لورسك ان تون فير بليس لانفيني ب دونك هنا كي عندنا دوزان بليس 1 الفوق عندنا دونك كوسينيس ديزان بي ولا نجم نخليها دونك كالعادة ديزان بليس ان بي موانزا ب دونك الحكاية هذي ايغال ب كالعادة دونك ديزان بليس ان هذه باش تعطيني بليس لانفيني دونك الحكاية هذي باش تعطيني بليس لانفيني الحكاية هذي دونك كالعادة باش تعطيني دونك زيرو الليميت نتاع الحكاية هذي لورسك ان تون فير بليس لانفيني ايكال زيرو دونك الفوق عندي زيرو وانزا دونك عندي وانزا ولوتا عندي بليس لانفيني واضح دونك هنيك بليس لانفيني اوكي كالعادة دونك هنيك كونستانت تصير لانفيني باش تعطيني زيرو دونك ايكال زيرو واضح
طبعا كان كده خرجنا الليميت نتاع الاي دي ديزان، خرجنا الليميت نتاع الاي دي ديزان 9. دونك جينا في الاخر اللي الليميت نتاع الاي دي ديزان، دونك الليميت نتاع الاي دي ديزان ايغال الليميت نتاع الاي دي ديزان 9 إيجال زيرو. مادام الإي دي ديزان والإي دي ديزان بلس أن عندهم نفس الليميت، ألور دونك الليميت نتاع الإي إن لورسكي إن تومبير بلس إنفيني إيجال زيرو. واضح. دونك كيما قلنا هنا كادي، إذا كان عندي الليميت نتاع الإي دي ديزان إيجال الليميت نتاع الإي دي ديزان بلس أن إيجال إي، دونك الإي دي ديزان والإي دي ديزان بلس أن عندهم نفس الليميت، ألور دونك الليميت نتاع الإي إن إيكال إي. واضح. باهي دونك إن شاء الله تكون واضحة الحكاية هذي، ونكمل إن شاء الله في الفيديو الجاي.